وطالبوا الإرهابيين في جوانب الهند، فماذا يريد بالقنابل؟ الشاعر محي الدين الهند، البهر الرجوز. يا ويل الطائف شوب رائحة دماء، من قطع أجساد يشاهد مؤلما، يعلو نداء وبكاء دائما، من بلاد من أياد الظالما، وبريء صار موتا آجلا، من قنابل في بلاد الظالما. كل ليل يورد حبرا نرى حسنا مليا في ظلما حاشما، تهتز دوما كل قلب بارد كالزلج ضابا في حم صارما. أطفالنا الجريحة متعلمة تصلى نجوما كسرت ملتعرما، ناموا فراشا راعبين للسماء، أملوا عيونا خوفهم مبتزما. تجار هذا للمعيشة واردون، سكتوا على أرشاتهم متجرما. دراؤها ساعة الطرق قدما، تتفقد الأرواح منهم حائما. يا يلوس في الحياة المؤمنة رحبا ورعبا بالقنابل حاتما، ترمي سما في المياه صافيا، لا تملأ في وطنينا ملتعرما.